جمالكم مرة تانية، ودلوقتي بقى هنسيب حضراتكم مع تقرير عن فعاليات معرض جيت ترافل اكسبو 2022 بقصر القبة لتنشيط السياحة. من قصر القبة، وسط اهتمام من القيادة السياسية بدعم وتنشيط السياحة المصرية وتحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة، ينطلق الآن المؤتمر الصحفي لشركة جي تي إي للإعلان عن أضخم معرض لتنشيط السياحة المصرية. مصر كانت ولا زالت من أهم إحدى الوجهات السياحية الهامة والمميزة عالمياً، ولذلك سيكون تنظيم هذا المعرض على أرض مصر هو منصة هامة للترويج لقطاع السياحة والسفر محلياً وعالمياً. جي تي إي المعرض الأضخم في الشرق الأوسط وإفريقيا في الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر 2022. شركة سكاي دايف فيروس هي فكرة، وفكرة بتتعلق بالرياضة اللي هي غير تقليدية، اللي هي الاكستريم سبورتس من خلال الرياضات الجويه. الرياضه بتاعتنا هي عباره عن سياحه رياضيه، لان انا بعيد اكتشاف مصر بس مش من على الارض، بعيد اكتشافها من فوق. فبنبتدي نشوف حضاره اكتر من 7000 سنه بمظهر او بمنظور مختلف. هو الايفنت اول مره يتعمل في مصر، هيتعمل من يوم 6 ليوم 9، وهيكون موجود فيه ناس كتير قوي، اكتر من 56 دوله هيشاركوا في مهرجان لتنشيط السياحه في مصر. مصر مش بس عباره عن حضاره فرعونيه او تاريخيه زي الحاجات اللي هي يعني مش السياحه القديمه، كان حد يجي يتفرج على الاهرامات بس او المعالم الاثريه اللي موجوده عندنا، طبعا دي لا غنى عنها، بس ممكن نوريها للناس بمنظور مختلف تماما. يعني تخيل حضرتك بتشوف الاهرامات من فوق، او طريق الكبايش، او مدينه الجلاله مثلا، ده نوع من انواع برضو ترويج للسياحه. اولا انا سعيد جدا بتنظيم هذا المؤتمر الاول من نوعه الحقيقه، وده مهم جدا، لان لو عملنا هذا المؤتمر في مصر في سبتمبر ونجح، ممكن المؤتمر ده يسمع في الخارج. طبعا ده النسخه بتاعه المعرض الاولى، فهو حدث جديد مهم جدا لجمهوريه مصر العربيه بوجه عام، ومهم طبعا للسياحه بعد توقفها الى حد ما من خلال يعني في الوقت اللي هو بتاع كورونا، فيروس كورونا. واحنا في قطاع النقل البحري طبعا شركاء في السياحه بوجه عام. مصر بمقاومتها تستحق انها تكون موجوده وتكون قبله لكل زائرين من مختلف الدول في العالم. مصر بتحظى باعداد كبيره، انما بنطمع ان الاعداد تزيد، لاننا نستحق الاحسن من كده والافضل. المعرض ده بالتاكيد هيفتح الابواب ويجذب الانظار للدوله المصريه بما فيها من مقاومات حباها الله.